السلام عليكم، لاباس عليكم؟ بخير، مرحبا بكم في قناه سميره حديد طول الطبخ والحلويات. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم التيراميسو بيكولور اللي بالقهوه وبالشوكولا اولي، اللي تيجي رائع بزاف. نتمنى انكم تجربوه ويعجبكم. السلام عليكم، لاباس عليكم؟ بخير، صحة لاباس. مرحبا بكم في قناة سميرة حديد طول الطبخ والحلويات. اليوم ان شاء الله غندير معكم تيراميسو، وهذه احلى ديسير عندي انا اللي تناكلو زعما بدون تردد وفي اي وقت. سي فريمون سي لو ميور عندي انا، عزيز عليا بزاف. دونك غنديرو تيراميسو. الوغ هاد التيراميسو اللي غادي ندير معكم دابا غنديرو بيكولور، غنديرو بالمذاق ديال القهوه وبالمذاق ديال الشوكولا. دونك نبداو بعدا لا كريم. الوغ بالنسبه لا كريم، عندي هنايا عندي 6 ديال الصفار تاع البيض، 6 ديال الصفار تاع البيض، عندي 100 غرام ديال السكر سنيده، عندي 50 غرام ديال الماء اللي غادي نضيفها على داك السكر سنيده، عندي ربعه ديال الماسكاربون اولا فيلادلفيا. انا هنا استعملت فيلادلفيا، اللي ما عندوش فيلادلفيا اولا الماسكاربون يستعمل جبن داك كيري اولا بوكوا با جبلي، حتى جبلي نستعملوه. عندي هنايا ربعه ديال لا كريم فويتي مطربه، ولكن ما تطربوهاش بزاف، ها نتوما شفتوا باقا تتسيح ليا، هانتوما شفتو كيفاش باقا تتسيح ليا. دونك هادي، وعندي وريقه وحده تاع الجيلاتين، اللي ما بغاتش دير هاد الورقه تاع الجيلاتين ما ديرهاش، مي انا تنديرها على واحد القضيه باش نشرح لكم، غادي نشرح لكم علاش تندير هاد الورقه تاع الجيلاتين. ما تنديرش فيه كتير، كاين دي روسيت اللي تيديروا فيه حتى ثلاثه الورقات تاع الجيلاتين، مي انا تندير بركه هاد الورقه. علاش؟ لان دي فوا الوليدات تيجبدوا ان مورسو و تيخليوه ليا محطوط. دونك هاد الجيلاتين، هاد الوريقه تاع الجيلاتين تتساعد ان ديك لا كريم ما طيحش لك، واخا تبقى مده طويله في غير محطوطه، غير هاد سميتو ما تضطريش انها تطيح لك وقت ما جيتي تتاكليها وتتلقايها باقا شاده في راسها. دونك انا هاد الشيء علاش تنزيد هاد الوريقه ديال الجيلاتين. دونك نعاودوا المقادير. دونك 6 تاع الصفار تاع البيض، 100 غرام ديال السنيده، 50 غرام ديال الماء، ربعه ديال الماسكاربون اولا فيلادلفيا اولا اي جبن دكيري ولا جبلي اللي بغيتو نتوما، غير هو جبلي وداكشي راه ما تيجيش في نفس المذاق. فيلادلفيا بحالو بحال الماسكاربون في المذاق. دونك عندي ربعه ديال لا كريم فويتي، هذه بالنسبه لا كريم. غنصوبوا بعدا لا كريم. وعندي كي 80 غرام ديال الشوكولات اولي، شوكولا اولي داك التصديفات راني دايره تيدوب. دونك دابا اول حاجه غادي نصوبوا، غادي نديروا هادو، ها هما عندنا دو كوتي. دابا غادي نحط هاد السيرو، هاد السكر والماء، غادي نديرهم فوق البوطه يطيبوا على 121 درجه، اولا حتى تشوفوا السكر داب ودوك البيلات اللي تيطلعوا الفوق يوليو كبار. دونك ديك الساعه عاد غتبداو تخويو في الصفار تاع البيض، وانا غنبدا نطرب في الصفار تاع البيض على ما غادي نشوف السيرو بدا تيغلى، غنبدا نطرب في الصفار تاع البيض على ما يوصل ليا السيرو ل 121 درجه ونتلاقاو. هيا فوق الصفار تاع البيض غنزيد شويه لافاني، والسيرو ديالي هو قريب يطيب. السيرو ديالنا ها هو وجد، دابا غادي نبداو نازلين بالخيط. دابا انا غنطرب مزيان ونتلاقاو هنايا. من بعد ما طربت بقيت تنطرب حتى برد لي لو بول، برد من داك السيرو ها هو. دابا غادي نزيد عليه الماسكاربون،
غادي نزيد الخليط ديال الماسكربون، بعد ما خلطت الماسكربون مع السبار تاع البيض. دونك لا غادي نقسم لا بريباراسيون. عندي داك الشوكولا اللي ذوبت انا درته هنايا، دونك غندير منه النص، غنخلط ديك لا كريم، نقص منها باردون، نقص منها النص، غنديرو فوق الشوكولا ونخلط، نخلط مزيان هذيك الشوكولا معاه. فوالا باش تولي عندي اون كريم شوكولاتي. خلطو هي الاولى قبل ما تبرد ليكم. وعندي واحد معلقه تاع الماء سخنتها ودرت فيها شويه ديال القهوه على حساب لوغو ديالكم، ودرت فيها سخنتهم ودرت فيها ديك الورقه ديال الجيلاتين. ها هي اللي غادي نزيد هنايا، بيان سور نسلو ليكسيدون باش ما تبقاش شي حاجه من ديك الوريقه ديال الجيلاتين لاصقه. خلطوا حتى هي هاد لا كريم شي يولي فيها لوكو ديال القهوه مع لوكو ديال لافاني. دونك عاد غنقسم دابا لا كريم شونتي، غنبدا بهادي دونك غادي نضيفهم، غنضيف لا كريم شونتيي وغادي نبقى نخلط حتى نحصل على جوج كريمات. دونك انا غنضيف لي كريم مقسمين على جوج، انا نجيب لو فوي وغادي نخلط مزيان. فوالا لا تتحصلوا على كريمه ملسه. دونك انا غنكمل التخلاط ونتلاقاو. الكريمات ديالي ها هما واجدين، فوالا ها الكريمه ديال الشوكولا هيا، وهذه الكريمه ديال القهوه. الو غنشرح لكم حاجه، علاش ما درتش هنايا، علاش ما درتش هنايا الجيلاتين ودرتها غير في هذه ديال القهوه؟ لان هنايا عندي الشوكولا، الشوكولا هو اللي غادي يدير ليا ديك العامل ديال التماسك، هو اللي غادي يشد لي لا كريم. الوغ كو هنا ما كاينش عامل ديال التماسك، ما كاينش شي حاجه اللي غادا تشد لي لا كريم من غير ديك الوريقه ديال الجيلاتين. راه غتلقاو في دي روسيت غتلقاو فيهم ثلاثه الورقات، ولكن انا غتلقاو فيهم البيض والناج، البيض البيض تاع البيض تاع البيض طالع الثلج حتى هو غتلقاو فيهم. ولكن انا نكذب عليكم، انا هاد لا روسيت تتعجبني بزاف وتتجيني لذيذه، وما تنبغيش نكثر هذيك السيرو ديجا تيطيب ليا صفاره البيض. الوغ ما تنبغيش نزيد البيض تاع البيض، لان حتى لا شاط لك بعدا في الثلاجه تياكلوها وليداتك بالامان. دونك نتلاقاو دابا لي كريم ها هما واجدين، دونك انا غنجمع هاد الروينه ونتلاقاو بوغ لو مونتاج. الوغ هنايا دابا درت هنايا في اون بوش، عندي انايا استعملت هاد المول، نتوما استعملوا المول اللي بغيتو. الا درتو الكاري اولا السيركل داك اللي مدور اولا مربع اولا مستطيل، غديروا كوش هاد البيضه وكوش هاد المارون، نتوما غاديين تتكملوا. انا عندي فيه هاد الحفيرات، دونك سمحوا لي غادي نقطعو مازال اكثر. دونك غادي نعمر هاد الحفيرات بهادا ديال الشوكولا.
التيراميسو ماشي ضروري ضروري ديروه في هذاك المول ديال لي بوشو، انتوما تفنوا عليه بطريقتكم، كل وحده تستعملوا، فديروه في كويسات، ديروه في دي فيرين، ديروه في الديسير لي فيرين. فوالا دونك دابا غادي نخوي، عندي واحد كاس تاع الماء اللي غليته ها هو، ودرت فيه جوج معالق ديال القهوه، ها هو يا درت فيه جوج معالق ديال القهوه، وعندي البسكوي البودوار، شريو النوع اللي تيكون مزيان، الا ما صوبتوش في الدار شريو النوع اللي تيكون مزيان. محمد امين عطيني الموس، هاسي فوالا، هادو هما لي بودوار، دونك غنخليهم دو كوتي. دونك هنايا عطيني شويا بيبي، دونك غناخد لا كريم البيضة اللي فيها لافاني والكافي، دونك غنخويها فوق شوية باش ما تخسرش ليا هادوك ديال اللي درت في الحفيرات. فوالا دونك غنشد هاد لي بودوار، غادي نخشيهم النص ديالهم ما يتخشاوش كلهم، دونك فوالا هانتوما غنشدهم هكذا، جيسبيغ ان تيبان ليكم غير هكذا. دونك هاد البلايص الصغار قسموهم، قسمو لي بودوار هكدا، بقات ليا هاد الطريف هدا صغيور، دونك غادي نقسمهم بالطول. هكدا رقيق بالطول هنا، وعمرو هاد الجهة فوالا، دونك ضغطوا عليه شويه باش يشد المول لا فورم ديالو. الوغ دابا غادي ندير لا كريم تاع الشوكولا، اللي بغى يدير لي هذا سميتو الكاكاو هنايا الوسط يديرو. الو نعاودو نفس العمليه تاع لي بودوار،
وحنا تنضغطو باش لا كريم تشد البلاصه ديالها. ها تنضغطو هلا هانتوما شفتو انا تابعه لا كريم ديالي هي تتبان ليا من هنا تطلع. Voilà. عندي هاد البلاصه صغيره غندير لها هاد النص الاخر اللي كنت قطعت. اوكي البلاصه الاخرى اللي صغيره حتى هي. voilà. كده عمروا البلايص ديالكم. هاد النصاص هادو اللي تيبقاو لكم عمروا بهم الفراغات، ما تخليهمش ما تفرطوش فيهم. فوالا هكذا. دونك ملي تكملوهم ضغطوا باش الكريمه ما تجيكمش خارجه من الوسط، ضغطوا. دونك دابا غادي ننزل بالكريمه البيضاء. نعمر العمود ديالي. وهاد الكريم اللي بقات ليا غادي نخليها لا ديكوراسيون. اما باقي ليا سميتو باقي ليا لا كريم بيضاء ولا كريم مارون، غنخليها لا ديكوراسيون. دونك غنخشي هادشي بعدا في الكونجيلاتور، غادي نغلفو بالفيلم اليمونتير. وما تيجيش حلو مع ديك 100 غرام ديال السكر داكشي كله ديال لي كريم، ما تيجيش الحلاوه قاصحه فيه، تيجي فريمون رائع بزاف. عاد انا بعدا شخصيا انا تعجبني، انا عزيز عليا هو لي شو زيكلير ولا هذا سميتو جادور. فوالا بغيتو كاع هنايا الطبقه هاد الطبقه هادي نزيدو واحد الطبقه ديال لي بودوار من الاحسن، حيت غادي انا عندي دابا هاد الومول غادي نقلبو. دونك غتجيني الطبقه التحتانيه هي اللي الفوق. دونك من هنا نزيد دي بودوار. دونك نتلاقاو منين نكمل ان شاء الله. التيراميسو ديالنا ها هو من بعد ما تكونجلا بات لينا الليله. دونك انا دابا دوك ملي ديموليتو تنقاد دوك هذا سميتو بحال دركا هادو هكا نقادهم بلا سباتول. ها نتوما شفتو كيفاش تيجي الشكل ديالو بالشوكولا والكافي.
لو تيجي الشكل ديالو مزيون، وحتى المذاق، حتى المذاق تيجي هائل. فوالا دونك دابا انا بقات لي ديك لا كريم اللي بقات، انا غنهزها غنديرها دي في البوش ونتلاقاو. هنايا دونك عندي لا كريم القهوه، وعندي لا كريم ديال الشوكولا، عندي شوية تاع الكاكاو، عندي الكاكاو غنديرهم غير فوق هاد لي بول هكا، مانكترش الكاكاو. هلا كده فوالا، وبالصحة والراحة. فريمون تنتمنى انكم تجربوه بهذه الطريقة هذه، لان فعلا تيجي رائع، تيجي شي حاجة غزالة غزالة. لو ميلونج ديال الشوكولا اولي مع لو كافي تيجي فريمون رائع. دونك انا شي شوية غنخشيه دابا في شوية في كونجيلاتور حتى الساعة اللي غنبغي نقدمو، وغادي نقسمو ونوريه لكم. التيراميسو ديالنا هو هذا، انا غنحاول نقطع لكم واحد المورسو تشوفوا كيفاش داير، ونتمنى انكم تجربوه بالصحه والراحه. التيراميسو ديالنا ها هو اللي بالشوكولا اولي وبالكريم كافي، ها هو يا، نتمنى انكم تجربوه بالصحه والراحه.